شاء الله العزابة ساقطة في أقرب وقت إن شاء الله. تكبير الله أكبر الله أكبر جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. تشييع جثمان الشهيد الراحل الزميل محمد العثمان بعد أن نال شرف الشهادة أثناء تغطيته لإجرام نظام الأسد أثناء قصفهم لمدينة إدلب والمنازل الأحياء السكنية في مدينة إدلب، أصيب من خلالها والآن يرتقي شهيدا هنا، يوارى جثمانه هنا في هذه المقبرة. تتجمع الناس، تتجمع المحبين لدفنه. في الحقيقة تعجز الكلمات عن وصف هذه اللحظات، تعجز الكلمات عن وصف ما في القلب. لا نستطيع أن نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله أن يتقبل الزميل محمد العثمان من الشهداء. يحاولون نظام الأسد وميليشيا الاحتلالين الإيراني والروسي بقتل الحقيقة، يحاولون إخماد صوت الحقيقة، ولكن كلنا محمد العثمان سنبقى نحمل الرسالة، سنبقى نوصل ونوثق إجرام نظام الأسد الذي يستهدف المدنيين طوال 12 عاما. سنبقى نغطي ونوصل هذه الرسالة التي حملناها أمانة على أعناقنا. نسأل الله أن يتقبل زميلنا محمد العثمان من الشهداء وأن يجعله في جنان الخلد. اللهم آمين، اللهم آمين. المقام مقام فرح، المقام مقام رفعة رأس، مقام عزة، مقام كبرياء. أننا مأمونة في درب الجهاد، لا مقام بكاء. نبكي لفراقنا، نبكي لفراق أخينا، ونبكي على فقده. لكن وربي دموعنا هذه ستتترجم نارا على أعداء الله تبارك وتعالى.